الأردن لقيت هذا الشاب اللي ألف 3 كتب بأنفه. بس ليش؟ وهل الأنف أصلاً يكتب؟ وكيف صار صاحب شركة؟ تعرفوا معي على المعتصم بالله. انولد المعتصم بالله في مدينة الزرقاء، ومن طفولته كان عنده شلل دماغي اللي أثرت على حركته. عاش معتصم طفولة صعبة كلها تنمر من المجتمع اللي حوله بسبب وضعه، رفضته كل المدارس لأنهم اعتقدوا بأنه شخص غير مؤهل أنه يتعلم، لكن أهله كانوا بيشوفوا العكس أنه ذكي وإنسان بيستاهل فرصته، فسجلوه بمدرسة ثانية متخصصة بالشلل الدماغي في مدينة ثانية عمان. لمدة 11 سنة كان أبوه يوصله ويرجعه، ولكنها كانت بدون مرحلة الثانوية، ولما إجا وقت الثانوية كان قدام خيارين، إما أنه يقعد في البيت أو أنه يدرس في مدرسة عادية مع الطلاب الأصحاء، والخيارين كانوا رعب بالنسبة له، وأصلاً حتى أي مدرسة رح تقبله. فحاول كثير يدخل مدارس ولكن تم رفضه أكثر من مرة، وحتى أنه في بعض المدارس انطلب منه يدفع ضعف القسط. عشان هيك والده سجله بمدرسة بدون ما يحكي للإدارة بأنه عنده شلل دماغ. ولما راح أول يوم كانت الصدمة لإدارة المدرسة، ولكن معتصم دخل على المدير وحكى معه كلام كبير أقنعه بأنه بيستحق فرصة، فكان يروح على مدرسته كل يوم بكرسي الكهربائي ويتحمل معيقات الطرق، ويحط كرسي بساحة المدرسة ويساعدوه الطلاب عشان يدخل الصف. وبعد فترة إجا صاحب المدرسة زيارة تفقدية، شاف إنه في كرسي لأصحاب الهمم في ساحة المدرسة، فسأل الإدارة، ولما عرف إنه في عنده طالب بهذا الوضع وسمع قصة كفاحه وحلمه طلب بتهيئة المدرسة كاملة عشانه، وأعطاه منحة دراسية بجامعة تابعة لها المدرسة. المعتصم بالله تخرج من مدرسته الأول وتخرج من الجامعة، وكان دائماً من الأوائل بهندسة البرمجية. بس كيف كان يكتب امتحاناته بأنفه؟ عن طريق النقر على جهاز الآيباد. هذا الشاب اتخرج من المدرسة ومن الجامعة وكتب 3 كتب عن التنمية البشرية، رواية خيالية، وكتاب تحفيزي عن قصة حياته، وكان من الأوائل بأنفه وبعقله وبشغفه للنجاح. المعتصم بالله ما استنى أنه الفرصة تيجي لعنده. هذا الشخص خلق لنفسه فرصة بالسعي والمثابرة بالرغم من الصعوبات اللي بيمر فيها أصحاب الهمم في الأردن. وفي يومنا هذا المعتصم بالله أسس شركة في التسويق الإلكتروني ومتجر إلكتروني، وهو الآن مديرهم وعلى رأس عمله، بس لأنه كان بده يعتمد على حاله ويثبت للجميع بأنه هو مش عائق على المجتمع، لكن المجتمع أحياناً هو العائق للنجاح.